ناس يقولون البنية أهلها معيشيها بالضيم والكتل والإهانة، اضطرت تنهزم يم صديقتها بالبصرة وأهلها كتلوها. وناس ثانية يقولون إنه أخوها على ساعات كان يعتدي عليها ويتحرش بيها، ولما راحت حجت لأبوها ما صدقها وانهزمت أيضا يم صديقتها وكتلوها. قصة هاي الطالبة اللي قليل من الإعلام تحدث عنها، وهي الطالبة مريم عقيل من مواليد 2003 انهزمت للبصرة يم صديقتها خوفا من أهلها، وأبوها حاول يرجعها وراح الكربلة وأقسم أنه ما حد يأذيها، وهسه هي مفقودة. وعلى لسان أمها قالت أنه أخوها وعمها كتلها. خلنا نسمع وياكم هاي البصمة لأخوها معرف الأبوها اللي يتحدث بها مع أحد الأشخاص. هي ماتت وراحت ولا يرجع الزمن بينا هسه من جديد، ويا هاي المواقف هسه صارت قام نرجع نتكلم، لان احنا سوينا انت بالنسبه لك يجوز يكون تخلف او شيء، احنا هنا لان جمعتنا هذا شيء يرفع الراس بالنسبه لنا. خوش ولا تطلع من الطريق ما عاشت انك تنزل راس فلوسنا انك تنهى ونلعن حتى راس. جبت لكم هاي قناة قرآن فور ايفر، قناة مختصة بتنزيل مقاطع عن القرآن الكريم، يعني اشترك بيها هم راح تحصل اجر وهم راح تحصل دعم من عندي، لان اي واحد راح يشترك بهاي القناة راح اسوي له دعم بشرط يراسلني على حسابي الانستغرام اللي موجود بالتعليق المثبت، وايضا رابط القناة موجود بالتعليق المثبت. تدخل على القناة بس مجرد تشوف الفيديو انت راح تحصل اجر وراح تحصل دعم من عندي، فرابط القناة موجود بالتعليق المثبت. اليوم جمعة، ادخل اسمع القراء شوي ارتاح نفسيا لمدة دقيقة دقيقتين وتجينا على حساب الانستغرام، راح اسوي لك دعم هدية مناسبة اشتراكك في هاي القناة.